اهلا 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 فريد افندي. ولك يا حكي اسعد، يا بتعمل يا مع فريد افندي؟ اشو عملت؟ اشوف لها. ولك يا بيعت له يا هالطقم هذا، يا البنطرون، يا بيطلع يا يسو يا تورج. ايدك كمان طوله. ايدك شو هذا اسعد؟ نعم اللي سنه بكوي عندك ما بحلك تعرف تيابي؟ ولو كيف ما بعرف تيابي؟ بس الحق على الشغيل، على سعيد افندي. لك يا هجب هاك هاك مخصوم منك 10 ورقات. ولك يا معلم يا اسعد يا لاش عيط ابدا. لا تاخذنا فريد افندي، ازرع هالمره بدقنا. انا 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 رح اجيب لك الثيابه. روح هات يلا خلصني عجل بدي روح. تكرم تاني مره ما تمد ايدك. تعال تفضل ودي له الطقم على البيت. شو هذا؟ تفضل هذا طقمه. مساء الخير. فتحنا عيوننا عليه، احببناه من القلب، لا يعني ذلك اننا لم نحب الاخرين، ولكنه هو سكن فينا كإنسان على الدروشة، ليس متصنعا ولا ممثلا، بل أن أدواره لبسته لبسا. رغم أنه الآن سبقه عمره، يرتاح حيث وجد بعد الوفاء. لا نتذكر الكثير من شخصيات لبنان الإبداعية التي اشتهت الدواء، لولا أنه هو كانت طرابلس وفية له. أصغر إخوته وأكثرهم مشاكسة ولد منذ حوالي 80 عاماً في الزاهرية في طرابلس. دخل المدرسة، إجر لقدام وإجر لورا. مسيرته الفنية بدأت على مسرح المدرسة بطبخة بحث، ثم كبرت حكايته فمثل في كشافة الجراح بإشراف صديقه الفنان المعروف صلاح تيزاني أبو سليم، ثم إلى مسيرة فنية امتدت على مساحة سنين طويلة، بدأت من مسيرته في تلفزيون لبنان عام 1960 بالمسافر، وبعدها مع الرحابنة عام 66 في سفر برلك. نجح العم في امتحان عاصر رحباني ودخل إلى السينما من باب بنت الحارس إلى جانب فيروز ونصر شمس الدين، ثم أسس فرقة الفنون أو فرقة للفنون الشعبية في طرابلس، وأنتج أول مسرحية على نفقته عرضها على مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس. ثم أنه دويك يا دويك، دويك في المدينة مثلنا، يوم جئنا على نياتنا، نحمل طيبة قلوبنا في سؤالنا وأجوبة قلقة. هو لم يهدأ ولم يرتاح، فقد شارك بأكثر من 70 عمل مسرحي، ورافق مسيرة أبو سليم وفرقته شهرة وتمثيلا. هو عبد الله أبو رشيد، حتما أنتم لم تعرفوه، هو يحب مناداته كذلك، وسوف لا يستاء عندما تنادوه أسعد يا أسعد كما أسماه أبو سليم. الفن لم يطعمه خبزا، معمل القشطة أدسم. الجديد ليس فنا كما يقول، بل موجة. يقول هو الدولة في واد والإبداع والفن في واد آخر، لذلك لا أشجع أولادي على اقتحام هذا العالم، رغم أنه مستمر على خشبة مسرح طرابلس الوفية رغم المرض والعمر حتى الموت، ولن يتوقف أبداً. هو الأستاذ في فن التمثيل والأخلاق، هو الآدمي عبد الله حمصي أسعد، الذي نفتخر بتقديمه من على شاشته، شاشة تلفزيون لبنان في خواب الكلام. أهلا وسهلا فيك. صبح بونجور ستنا بعيروم. بأمرك. شكرا على المقدمة. أول شيء نحن بأمرك. الله يطول بعمرك. أنا سعيد جدا لأنه عم تعملوها لتلفزيون لبنان بالفعل، لأنه هذا التلفزيون بيعني لي كثير، بيعني لي أنه أول ما ابتدأنا الشغل عليه وآخر الشغل عليه. أول الشغل بسنة 61 يمكن أو قبل نتفة، وسنة 2000 اشتغلت دواك 2000. صبحك بونجور ستنا بيروت.
اولا خلينا نرحب فيك مثل ما قلت ببيتك تلفزيون لبنان. اهلا وسهلا. وبسهره خوابي الكلام يعني نحن عم نرجع هيك نعيد نتذكر مع ضيوفنا المبدعين وممثلين وبكل المجالات الثقافيه هيك الايام الحلوه اللي مرقت، وان شاء الله الايام اللي جاي بتكون احسن. اسعد او ابو رشيد، شو بدك نعيط لك؟ منيح الا ابو رشيد. اول شيء قد ايه طرابلس كانت وفيه لك؟ كثير ولم تزل. نعم وفي، لانه شعب طيب وادم ومنو مصارع منو حبوب منو مشاكس، يعني منو مشاكس. شو بدي اقول لك عن شعبه وعن هيدي الحاره اللي صار لك عايش فيها؟ هيدي قليل ما بعرف فيها حدا. انا كل يوم بنزل على الزهريه محل ما خلقت. محل ما خلقت. ليش بترجع؟ ليش دايما بتروح على هيداك الحي؟ ما بعرف، شيء بيجرني لهوني كل يوم. نعم هونيك اللحام اللي عندي تبعي، يعني اللي بياخذ منه لحمه هونيك، اللي بياخذ من عنده خضره هونيك، اللي بياخذ من عنده للمحل اغراض هونيك. ابو سمير اصحابك كلهم اصحابي؟ كلهم اصحابك هونيك؟ يعني بتروح تقعد مع اصحابك هونيك ولا ما بتقعد؟ بقعد شوي شوي ويطلع الظهر كل يوم. ابو رشيد كنت عم تقلي انه عم تقدم مسرحيه على خشبه المسرح هون بطرابلس، عنوانها خبريه. عنوانها خبريه، وهيدي مسرحيه ادبيه، وعم اقدم انا مسرح للطلاب للاولاد اللي بدي اياهم بدي اشوفهم يعني يكبروا ويتعلموا من هالعمليات. نعم، يعني انت حابب تنشر المسرح بهيدي المدينه ما المسرح، القصه اللي عملوا اياها. لا عم بحكي انه حضرتك دائما عم بتقوم بعمليات مسرحيه على خشبات المدارس، يعني على خشبات مسرح المدارس. شو الهدف منها يعني؟ الهدف توعيه. نعم توعيه بالميه ميه. الخبرية يعني أربع كتب هربوا من المكتبة. لا، لأنه صروا وما حدا عم يأخذون أو عم يشتريون أو عم يقراهن ولذلك هربوا. في شغلة تانية، في المهرج اللي بيسلي بيهرب معهم لأنه كتاب كمان هو. في قصة تانية بنحكي عن الكواكب. القصة انه يفهموا نوع العمل اللي عم نعمله، عائلي او تربوي بالمية مية. مش حي الله عمل هرج، لا، مشان يتعلموا الطلاب شو بدهم يعملوا. نعم حقيقة. نعم، يعني انت هالمسرحيه عم تقدمها مع فرقتك؟ اي. ومع كمان مين؟ ناس من جمعيه المعاقين. معوقين. ايه نعم. المعوقين، او عندي اثنين او ثلاثه منهم. وهلا هن عم يشتغلوا مسرحيه عالميه. المعوقين عم يشتغلوا مسرحيه عالميه. وين بدهم يقدموها؟ عم يقدموها بصيدا، ببيروت. بيروت قدموا باليونسكو، ما بعرف وين كمان قدموها. نعم. أسعد، قديش بتفرح لما تكون على خشبة المسارح والطلاب يشوفوك وأنت كتير نشط يعني بعدك لهلأ؟ ما تصدقي قديش أنا بحب موت على المسرح. بعرف أنك بتحب المسرح كتير. بحب موت على المسرح. نعم مهما يكون. نعم، قديش بتحس هون بطرابلس عن جد طلاب المدارس بحبوا هيدا النوع من المسارح؟ وانت برايك عم يعني عم بتشوف انه الطلاب في اقبال عم يحضروا هالاشياء؟ ايه ايه، 10-12 ألف 15 ألف طالب بيجوا بيحضروا. نعم. اسعد، نرجع شوي لورا. بلشتوا باول فرقه بلشتوا بتلفزيون لبنان، وقدمتوا انتو ابو سليم مع فرقه ابو المسافر. سليم المسافر، وكانت انطلاقتكم من هالتلفزيون. وبعرف انكم فتوا كنتوا هيك يعني كل شيء كان
بالحظ وبالصدفة وأسسته يعني لفن بعده لهلا الناس كلها بتحكي عنه. خبرني شوي لما فتوا على التلفزيون وشفتوا كل يعني المعدات وشفتوا كيف بيكون الشغل بالاستوديو، قديش كانت يعني التحدي بالنسبة لكم انه تنجحوا وبنفس الوقت انه تقدموا شيء مفيد على التلفزيون، لانه التلفزيون الوحيد اللي كان التلفزيون الوحيد وقت اللي قدمنا كان في رغبة من عنا انه نقدم. نعم. عم نقدم على التلفزيون يا جماعة شوفكم. نعم. وكانت المسافر وقت اللي اخذوا الناس قال هذا بضحك ما بضحك هذا، النيل والشغل بضحك. نعم. قال بدنا نشوف ارجونا، طلعنا على المسرح ومثلنا انبسطوا. كان رشاد البيبي وكان في عم يحضروا وانبسطوا ضحكوا وقال ثبت هذا بتجي تمثلوا، قلنا الوقت ومثلناه وكاني. طب بدنا نحكي شوي هيك من بعد المسافر، من بعد المسافر بتلفزيون لبنان فتوا بأبو سليم وفرقته وبلش هيدا العهد اللي استمر ما هيك، وحضرتك كمان مثلت مع الرحاب. بدك نحكي عن أبو سليم والفرقة ولا بدك نفوت نحكي عن الرحاب؟ اللي بدي مري. هيا نحكي شوية عن أبو سليم وهالفرقة وفهمان وشكري وإنت. أبو فهمان إجا سنة 63 وشكري إجا سنة 64 يمكن هيك شيء. نعم. البقية لا كانوا أمين وجميل وأبو لزقة وأنا وكتار كنا وأبو الشباب كنا فرقة كبيرة. نعم. ناخد الأدوار ونشتغل. مين كان يكتب السيناريو؟ أبو سليم. كل شيء أبو سليم؟ إيه أبو سليم يكتب السيناريو بس ما بننفذه نحن، صعب ننفذ، بيطلع معنا نقوله. نعم. لأنه جونا كان ارتجالي، الارتجالي ما بيخليك تغلطي. نعم. ابدا ممكن تغلطي. ليش؟ لانه بيبقى في عنده ميزان بعقله، الكلمه بدها تطلع بده يدرسها قبل ما تطلع، لحظات ما في. نعم. ايه بطبخه بحث او هيدا اللي يعني اللي كانت بالمسرحيه اللي كانت أمهم تطعميهم البحث ليشبعوا للأولاد اللي ضلوا يبكوا. هذه هذه مسرحية اسمها عدل عمر. نعم. وقت عدل عمر بن الخطاب برم بال شاب بكي أولاد، قرب على الباب سمع بكي أولاد قوي، قام دق على الباب، فتحت له الست قلت له مور، قال لها بدي شوف عندك الاولاد عم يبكوا شو، قلت له جوعانين بدهم ياكلوا. قال لها عم تعملي لهم اكل، قلت له هذا ما هذا تعا شوف. ارجيته بحص عم تغلي لهم ببحص. نعم. قال لها شي شو ها بحص؟ قلت له هن لا تستوي الطبخه بيناموا. قام راح جاب له شويل طحين وسكر وجاب طعبيهم. نعم. بدنا نحكي شوي نرجع على رحابني، يعني بلشت معه ب 66 بس قبل ما تبلش معهم يعني كان في فترة انهم شافوك وحضرتك، يعني يمكن تدربت شوي، مثلت لجانب الكبيرة فيروز يعني وعدد من النجوم. خبرنا شوي عن هاي التجربة بسفر برلك مع نصري شمس الدين والسيدة فيروز، يعني قديش كانت فاتحة باب لإلك والعمل مع الرحابني، يعني عمل اولا يعني في فرق بين فرقة ابو سليم بالنصوص اللي كنتوا تقدموها بين السينما. انا وقت طلبني عاصي الرحباني صمت لشو بدو يجيني، شو انا كل الأد شو ماني عارف، رحت لعنده قال ما في عندنا دور كذا وكذا طبور وبدك تشتغل عليه وبتنقل فيروز من محل لمحل، قلت له ماشي.
عوافي عمي أسعد. الله يعوفيك. عرفت لي شي عن عبدو؟ عبدو أخذوه مع الكيرية اللي أخذوهن على الصخرة. على الصخرة؟ كيف؟ أشعلا بكرة بيتركون. يعني الصخرة مثل الحبس؟ بنت عم الحبس. انت نازل؟ ايه. خدني معك. عبهلك عبهلك لوان اخلي المكرية. اطلع. دو دو جيت انا لهون بعد ما عملته، جيت لهون على البيت، دليت 3 سنين ادرس فرويد هذا الألماني فرويد، عقله كبير. درست الناحية الزاوية اللي بتخصنا كالتمثيل، معرفة الناس ومعرفة شو بدك تعمل يا أسعود، يا قلنا زعلا أسعود ما أبو رشيد أسعود، شو بدك تعمل؟ 3 سنين عم اشتغل وعم ادرس، وكل يوم على البحر عم ادرس. ايه 3 سنين استوعبت كل شيء وجيت بقى اشتغل. نعم. اسعد بنت الحارس، يعني بدنا نحكي عنها هيك شوي. تفضلي. بنت الحارس يعني هلا هالعمل ما بعرف قديش اضاف لك، ومن المسرح للسينما يعني النقلة كانت نوعية ما هيك؟ أنا بالنسبة لي ما عدت نوعية، بالنسبة لي عمل شغل، والشغل أنا بحترم حالي وبحترم بس الشغل. عم بحكي إنه خشبة المسرح بتفرق كتير عن والتلفزيون، بيختلف عن السينما، بيختلف بالشغل. بالشغل بس بالحقيقة لا، هذا شغل وهذا شغل نفسه. العمل المقسم، هالعمل مقسم تلفزيون وسينما ومسرح. صحيح. وإذاعة، كلهم شغل واحد اسمه فن. اللي بيشوفوا أنا أنه ما بيفرق شيء عن شيء، إنما بالحركة بالشغل بالتصوير يعني بيفرق بسرعة القصة. ايه. نعم. بيخلق. نعم. بيختلف شوي. شربت كتير يا صالح. مش الليلة حفلة البلدية؟ ايه. فإذا كاسك. كاسة. نخلة؟ انت مش معزوم على الحفلة؟ لا. ما انت انتخبت معهم، كيف ما بيعزموك؟ شو عليه؟ هني افهم منا بهيك اشياء. تفرج. انت حسيت حالك ببنت الحارس؟ كنت بحاجة لهذا النوع من العمل؟ انا ما عرفت، كل شيء عرفته من جورج تبع الشبكة، بيكتب عني جملة واحدة 7 أسطر. لقد أثبت الفنان عبد الله حمصي المعروف بأسعد أنه ممثل عالمي. بس كاسك يا ريس، حفلة البلدية بتصرفوا علي الما فتحوا رزق، بس نحن تطردونا من شغلنا بحجة التوفير؟ يي شو جايبوا هيدا العام؟ تهدبوا له. من بعد ما بنينا الليلينا سهر تنحرس الليليكون، رميتونا مثل الزبالة على الطرقات. اظهر من هون احسن ما اعمل لك شي كفانة. خليك عندك احسن ما انتفلك عالشوارد. كوت يا صالح. راس احسن ما يتكسر راسك. ولو كرمال لفوزي بيك. اتركني يا ابو نجمة. عمل لك روبة. ان خليتك بهالبلد الله لا يخليني. قبل ما يجوع اولادها حجار بجود كله تتحبط. صالح بس. كرامتي. انت رجال ادم، كرامتك على روسي، بس هن عم اقول لك روق بقى. مشي معي.
أسعد هيك بدنا تحكي لنا هيك شي نهفة صارت معك يعني بعلاقتك إذا بدك مع الرحابنة، كيف كانوا يشتغلوا؟ كان العمل معهم سهل أو مش سهل؟ يعني كان أنا بالنسبة لي كان مريح جدا، بس بالنسبة لغيري ما بعتقد كان مريح. هن بيعرفوا أول شيء وقت اللي اجى عم يقبضني مصاري عاصي عطاني زيادة 800 ليرة أو 1800 ليرة ما بعرف 800 ليرة بعتقد. قلت له اعطيتني زيادة يا أستاذ؟ قال لي ايه انت بتستاهل اكتر من هيك. قلت له لا. قال لي لانه انت ما عذبتني بشيء ابدا، انت هالكاميرا عم تشتغل هون، انت بتقعد بتلبس وبتقعد ورا بخمسة متر. قلت له ايه. قال لي غيرك وقت كنا ما تشفت غيرك نعيط له من عند العالم، نعيط له من عند عمي كذير ننطر عليه من بيته. هذا بكلفني اكثر. قلت له كيف بكلف؟ قال لي كانت هذا ب 10,000 كل يوم يدفعوا اجار التصوير مواصلات والتصوير 10,000 ليرة. بده هذا وقت بيضيعوا نص كنا عم يضيعوا من وقتهم، ضيعوا نص دار او ساعتين او ساعة او هذا ليجي على التمثيل انت ما راك مضيع شيء. قلت له كتر خيرك ممنونة. نعم اي العملية اللي حديت على حافظها بيقول لي علي ارجع كسر الحفلة ولا كرو. قلت لك بدنا نضل كبار خلاص رقني. وكان ضروري نسرع الفستان، دفعنا حقه ما فتحوا رزق. رؤية نجمة رؤى تفضلي عدا شربي فنجانك القهوة. هيدا فنجانك المر. ايه ترو. من بعد كل هالسنين شالوكن من وظيفتكن وقعد ساكت يا رجال. والله لروح اعمل اللي بنعمل. يا راينا يا جماعة مش رح نخلص الليلة؟ منروق نجمة بفز صالح، منروق صالح بتجي مراته. وكيف بدي روق يا ابو نجمة؟ ما عنا اولاد بدها تاكل. عم يقلك روقة. مش رح روق. لا بدك تروق. لا ما رح روق. بدك تروق او تمشي قدام مني على البيت. اترك لي ايدك. أسعد اشتغلت كمان بالإذاعة أكثر من 5,000 يمكن حلقة. إيه. قد الإذاعة برأيك هيك يعني أول شيء بتاخد مجهود لأنه أنت بدك تقدم مشهدية سماعية يعني. صح. مسلية جدا وبدك تعملي فيها كأنه في مشاهدين عم يشوفوا. بدك تحاولي بالصوت بس تفهميهم شو بدك تعملي. نعم بالصوت. أبو رشيد هيك سؤال، قديش برأيك يعني استفدت من العمل معهم للرحابنة وقديش أيضا يعني كنت تحب أنك تكمل معهم؟ كتير. أنت اشتغلت معهم كتير يعني أنت يمكن إجاك فرص أكتر من غيرك معهم. ممكن يكون. لا ابو الفهم مثل حكيتي، ابو سليم مثل حكيتي، يعني اشتغلوا معهم. بس انت كمان اشتغلت يعني باهم مسرحيات معهم. لا ابو سليم اشتغل بمسرحيه، انا ما اشتغلت. انا عملت بالشخص، اعطوني دور الشخص بعد 3 ايام قالوا لي نعتذر ما بدنا غير. ما تقول ليش، ما حيحكي. ما عرفت ليش. نعم. وقلت له ما لاني قال لي انت كويس وكتير منيح وكتير حافظ. بس الدور ما ليامك. لا ما الدور. مين؟ عيب الواحد يحكي. شو لكان؟ طالما عيب البحد يحكي شو بده يحكي؟ شو يعني شو هو العيب؟ ما في عيب إلا العيب يعني إذا بدنا نقول عن العيب. في أشخاص قالوا يا أنا يا هني. إيه يعني هني إذا قالوا إذا أنت كنت نحن ما بدنا نشتغل. إيه. وهني مهمين بالعمل. هني أهم منك بتقول؟ ما بعرف. أنا ما بعرف أهم مني. مين هو؟
لا ما بدك تقول أسماء؟ لا طيب رح نتوقف مع فاصل مع الإعلان ومن بعدها بدنا نحكي عن دويك. مشاهدينا فاصل وبنرجع. بس ادفع ديوني ما بيبقى معي إلا 100 ليرة، إلك معي 50. تفضل خليها هدية للأولاد. ممنونك يا ابو نجمة، تعودنا على بعضنا. أقولك منلقي شغل سوا؟ سوا أو مش سوا، المهم منلقي شغل. من هون قفز ضيف الله النوري إلى 5 سنين وشهر كان سارق دجاجات قرنفل، ومن بعدها انقطعوا الحرومية. تعرف كم بات في بالبلد؟ 915 بيت. كم لهم شباك؟ 2100 باب و 6250 شباك. عفرم عليك. افندم قبح يوك وشعير يوك عم ياكل شوكولاته. سوزلان امشي يا امي. هنا ده لحسكم. انت اسمك؟ انا ادب طنبرجة. فاهم طنبرجي. اسمك؟ ايه اسعود. عودة مشاهدينا لنكمل حوارنا مع الممثل المبدع، ونقول دائما الله يطول بعمرك. الله يحفظك. اسعد ابو رشيد. ابو رشيد دويك يا دويك، دويك بالمدينه وهالعمل اللي نجح واخذ ضجه، بعد العالم لهلا بتحكي فيه وبعد اوقات تلفزيون لبنان بيرجع بعيده. خبرنا شوي هي الشخصيه دويك وهالاسم دويك. هو الحقيقه دويك يا دويك بالمسلسل الاولاني 73 نعم كان اسمه دويك يا دويك. يعني دويك فخار ودويك اسم. فخار واسم. كان مفاجأة للناس انه هذا واحد عند ابو سليم، واحد ياخذ دور بطولة وهذا ما يصدقوا. حتى تقرجوا، وقت تقرجوا وعرفوا امكانياتي بالشغل ضقفوا له وصاروا ينطروا. نعم. فاخذ شهرة. صبحك بونجور ستنا بيروت. مين حضرتك؟ رأس شوير بفرح على هالطلة. يا عمي اشو لبسة؟ شو هاللبس هذا؟ نحن بالجرد بهاللبس منموت من البرد. سألتك مين حضرتك؟ ايه الداعمة من مواليد 32 ميلادية، ست نوار، تذكرتي لونها ازرق وبلون قميصي. نهارك بونسوار. الله الله عليك يا بيروت. شو بتريد؟ السترة والسلامة. يا عمي غار شكل دنيا بيروت، غار شكل. شو بتريد؟ هون بعت الاستاذ فندي افندا. نعم. ايه والسبع تنعوه. تفضله تفضله تفضله. شو هيدا؟ هدية من عندنا للاستاذ. مين حضرتك؟ اشو لابسة؟ داخلة فريق فطبول؟ سنة الالفين دويك الفين ما اخذ الشهرة. ليش؟ لانه عنصر المفاجأة راح. المفاجأة كانت بالاول، هلا هون عنصر المفاجأة راح. ولذلك ما هو حلو عم يشتغل واحد اخذ بنت صغيرة قد بنته او قد بناته. نعم. انطونيت يلي متزوجة وشايف حلوه وهي ما انا فاضي لهالانسان الختيار اللي جاي اخذناه. مش شايفيته بالمره ابدا، ما بتعرف في عنه شيء سوى انه هو بحبها وهي بتحبه. بالفعل مهما شافت عالم بتقولن ايه وبتمشي معهم، بس لعند اسعد اللي بتحبه. نعم. شو هدايو؟
عمول مثلي لما بكون معصبة وبدي حدا فش خلقي فيه وما عم لاقي بسمع أخبار وبصير بفش خلقي وبكرفت عن بو جنب. إيه أنا ما في فش خلقة غير كلمة لا. فش خلقك بكلمة نعم. عاش يعني بقول نعم وبعمل حمار. أحسن لك. أحسن لك. بدك أنا أعمل حمار وسكر روسها ولا أعمل زكا وفتح روسها؟ أو لك بيخد بارد؟ هذا أول. وقديش أنت بي يعني لما عملت دواك الألفين كنت حاطت أمال عليه؟ طبيعي بس ما أخذ الشهرة اللي أخذها. يعني أنت بتعتبر أنه مش بس عنصر المفاجأة، يمكن كان بعد ناقصه شيء بالإنتاج مثلا؟ لا ما ناقصه شيء، لأنه الإنتاج واحد والمكاتب واحد والشغل واحد معقول، بس في قصص كتيرة كمان، بس ما كان المعنصر المفاجأة اللي غير الناس. نعم، قديش الناس عيطت لك أدواك من بعد هالمسلسل؟ لهلا بيعيطوا أدواك، أسعد أدواك، ما بقى لي اسم، عبدالله ما بقى يعرفوا، أسعد أدواك. بس أنت بتحب أبو رشيد؟ أبو رشيد. الله يخلي لك رشيد. الله يحفظك. نعم أسعد، بنعرف أنه أنت يعني عمرك 80 فوق 80. إيه لا 80 80 سنة. الله أسمع أصله بدهم سن شهرين ثلاثة. نعم بشباط. نعم عمر كله مع السنوات. أكثر من 50 سنة، 52 سنة بالعمل التلفزيوني. أكتر. 55 60 أكثر. من قد ايه عمرك كنت انت وعلى خشبة المدرسة؟ مسرح بالمدرسة اعتبري 15. شو لنا من المدرسة؟ ايه 65 سنة يعني. ايه 65 سنة على خشبة المسرح وعلى التلفزيون. بصير الانسان مثل عنده ادمان، بصير كمان العادة، بتصير حياته كلها شغله. ايه نعم. كيف هلا قادر تبعد عن التلفزيون؟ لاني ما انت باعد ولا انت مستبعد؟ مستبعد. مستبعد. ايه. انتو كلكم فرقة ابو سليم مستبعدين. مستبعدين. ايه. شو السبب بتقول؟ وخصوصي انه هلأ اثرت الله يرحمون خمسة. نعم. فمان وجميل وامين ودرباس وابو الشباب، خمسة عناصر. خمسة عناصر الله يرحمون. بقي اثنين. انتو ثلاثة، انت وابو سليم وشكري. بيعملوا اشي كتير بس ما بقى فيه. ابو رشيد انت بتقول انه يعني في حق على المنتجين وفي حق على التلفزيونات؟ حق الحق على مين ما كان؟ شو بدي من هالشغله؟ شو بدي يعني انتو كان بعد فيكم تعطوا ادوار، بعد ايه فيكم تمثلوا، ايه ايه بعد في كتير ادوار ما اطلت فيها وشخصيات ما اطلت فيها. لا عاطي شخصيات كتيرة انا، بس يعني الساحة الفنية كانت بعدها بحاجتكم، كان بعد فيكم تعطوا. فينا لهلأ فينا نشتغل، بس انه كبرنا وغيرنا والهيكل الفني اتغير. نعم انت بتقول انه الفن ما بطعمه خبز. ايه مزبوط صحيح. ايه ما كنا ناخد نحن مادة منيحة ابدا. كنت تشتغل مع الوالد الله يرحمه. ايه انا بشتغل بالقشطة. وبتقول انه الفن الجديد مش فن. اللي عم شوفه منو فن، كاريكاتير عم يغدو ويألفوا عنه أشياء، ما معقول يعني يكونوا منو فن ده. نعم. بتحضر بعض البرامج يعني اللي بتضحك أو اللي فيها كاريكاتير؟ إيه. شي مرة بتشوفهم شو رأيك فيهم؟ ما هذا العمل اللي هذا المهزل اللي عم تحكي عنه؟ ما لوي ومسلسل بيجيبوا شغلة سياسية عم يشتغلوا عليها، هذا بتمسخروا عليها. يلي أنا شايفه فنان مزبوط أصيل هو جورج خباز. طبعا الفنان جورج خباز من وجه له تحية ولذلك. نعم حقيقة يعني.
نعم اسعد، نحن بنعرف انه من فتره يعني يمكن من شي سنه تعرضت ل يمكن اكثر من سنه زمان. تعرضت ل فيلج اوجاع، بيقولوا فيلج لا تعالج جلطه دماغيه. نعم اصمتني بالنص، هلا ايدي عم تتحرك اجري شوي ونسي. كان شو هيدا، تعب ولا من ربنا؟ من ربنا ما بعرف. في الصبح عم اشرب فنجان قهوه اكلته. قلت لهم ما انا ما حسيت. ابني كان هون قال لي شبك بابا ليش انت هيك؟ قلت له شو بي؟ قال لي قمت ما قدرت. قال لي يلا على مستشفى. رجعت مشيت طلعت مشي، رحنا على المستشفى قال على البيت على الغرفة الخاصة. نعم أنا رحنا على الغرفة الخاصة وتعالجت ورجعت على الكلاسة. الحمد لله. وكنت يعني عم بتقول انه اهل طرابلس ساعدوك، كمان مستشفى اللي كنت فيها كتير مهمة. نعم واجا صاحبها والمسؤول هو صاحبها قال لي انت هون ما بتدفع ولا فرنك ولا قرش، وبالفعل كتر خيره هيكل. نعم اسعد، يعني ايامك بتقضيها انت تنزل على المسرح اذا كان عندك مسرح، واذا ما كان عندك مسرح بتكون عم بتاسس لشيء جديد يعني لمسرحيه جديده، وبقيت الوقت كيف بتقضي هلا هون؟ هلا بقيت الوقت ما بقى في بقيت وقت، هلا ناطرين رحمته. لا ان شاء الله يعني الله يطول بعمرك، ما بدنا نحكي هيك نحن، بس اسعد نحن بنعرف انه هلا نقابه الفنانين المحترفين يعني كانت عم تشتغل، وابو سليم الله يطول بعمره يعني قام بكثير من الدعم وسعى انه يكون في ضمان صحي، وانه يعني شوي الفنانين بلشوا ياخذوا شوي من حقوقهم. شوي من حقوقهم. قديش بتقول يعني ابو سليم؟ نحن بنعرف انه صهرك. انا صهره او انت صهره، انت بتكون جوز اخته. إيه؟ جوز اخته. قديش ابو سليم بتقول انه ساعد بهالنقابه، وايضا يعني كلمته يعني بعدها كلمته مسموعه، بس كان عم بيقول مرة انه ما عادش تكرمونا، ما تكرمونا نحن وميتين يا خي، ما تكرمونا تعطونا دروعة، اطلعوا فينا شوفوا نحن شو بحاجة، ساعدونا نحن الفنانين. صحيح بيقولها كل واحد فنان بيقولها، وخصوصي العطاء بيقولوها انه بدهم مساعدات. لكن مثلا انا كان بالزمان بليرتين باكل بشرب بعيش، بس هلا اليوم بعشرين ما في ليرتين. ايه بينقصوا بدو مساعدات. بالفعل الانسان بيتطور، بقى اللي بيكبر لازم ياخذ زياده، بدي يجي دواء حكمه مرض مستشفى بيجي كثير بده بيلزملو. نعم يعني ابو رشيد اذا يعني بدناش نفوت كثير بالخصوصيات، بس انت من الفن ما جمعت شيء، انت كنت عم بتقول انه احنا انجا كنا نقبض، طب هلا حياتك يعني بزعل مني اولادك الله يطول بعمرك يعني. لا هذا سؤال ما بيسال بعد الحكي اللي حكينا نحن انه بده مين يساعده. صحيح، بس انا هيك من خلال هالسؤال بهيدي الطريقه بدي ادخل بدي اقول انه اسعد يعني بعدك تشتغل لتعيش، هيدا المقصود؟ عم اشتغل. تشتغل لتعيش؟ يعني مش انت مثلا اولادك بيساعدوك او شيء، انت عم تشتغل بعدك لتعيش. اولادي الله يبعث لكل واحد طيب مثل اولادي. اولاد مثلهم. نعم ما بيخلوني احتاج شيء. نعم بالفعل. بس انت بتشتغل بعدك لتطلع مصاري ولتعيش. لا بتطلع، واذا امكنني اعطي اولادي. نعم ما بقصير. نعم دكان اسعد، هالدكان هيك اللي كاتب فوقه دكان اسعد، ويعني
يمكن هذا كان هيدي تتطلى في ام رشيد تتطلى في لانه بس قديش عمره هالدكان؟ عمره شي 20-25 سنة. ليش من 20-25 سنة من لما بلشت الأحوال تنزل؟ ولا أنت لازم شفت أنه لازم تفتح محل؟ أنا لازم أفتح له محل أم رشيد ما لقلي. نعم. لأنه كنت كنتي هون وعندي فكرة بين الحما والكنة بيصير خناق على طول. لشو لا تصير خناق وكنتي آدمية فحاولت اعمل محل وسلمها هو. كنتك ادمية يعني مرتك انه بتحركش؟ لا نحن قلنا كنتي ادمية ما بيصير نحركشها. ولذلك انه ام رشيد مبسوطة بالمحل فوق. نعم. اكل حال ام رشيد وصلنا ودغري استقبلتنا بالقهوة وبالضحكة. الله يطول بعمره. اسعد يعني ما فينا نحكي نحنا كل شيء بس نحنا هيك بدنا مواقف بتضحك صارت معك انت وابو سليم وفهمان الله يرحمه يعني وكمان شكري يعني هالشكر البخيل يعني بكويك ولا بكويك يعني شو بعمل فيه يعني مش على الو هلو الو نعم ملي شتنا ملي فهمان عم يحكي يس فهمان اشش بكل نعم يا عمي مين عم بيشوش على الخط لك انا عم بحكي على الخط يا اسعد لك يا عمي هذا التفلون لا لا ما لا 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 عفوا مدام اي ام سوري يو سبيك ان از ويز اسعد يس ولك اشو عم بتترجم ثانك يو يلا احكي على التليفون الو نعم ستني ايه تكرم هلا ببعث لك السبع ايه بيجيب الغروب مع السلامه ولك ما يحق عليك اركود لعند الست جميلة جيب لي هالغراض من عندك كود يعني يا بقى يا مطرود يا انا اركود بسرعة عم فهمك احسن ما اشوي يا فهمان يا علون يا غني يا علي لك مفهومة اهلا بي ابو سليم صار معي اشكال مع ابو سليم بحلقة من الحلقات عمل ساعة 20 صفحة بس صفحة 3 في منا نفس الأداب بيشوفوا بالصفحة 17 نعم هي عملها انه بالصفحة 17 بيشوف 7-3 قام فات على 7-3 ونقل على 17 نعم شفتوا انا انه شو انا برا اما تفتت رجعتهم على الصفحة 3 كنا على الهواء مباشر على الهواء رجعتهم على الصفحة 3 وتفاجأ ابو سليم قال لي شو جابك انت روح من هون وهذا بعد ما رجعتنا كان عم يحضروا جماعه من فريسيويه قال وكان المخرج جاري كربتين اي قال له شو عمل هذا ليش طلع وفات قال له ضبط المشهد قال له شو بتعمل له قال له ما بنعمل له شيء قام ما نحوني 100 ليرة بهديك الزمن نعم قال اجاك 100 ليرة هذي قلت له بس تفاجأ ابو سليم مني فت انا ضبطت المشهد ما نعرف شو صار هو كذب المسرحية والناس من 17 للثلاثة نعم عرفت انا نعم فتت ضبطت في مرة كمان مع جميل الله يرحمه بفوت فهمان بده يضحكوا وعوبي سيدك ما بيضحك ما بده يضحك بده يضحكوا ما بيضحك فات امين بده يضحكوا ما ضحك فقلت له روحوا بتعرفوا تضحكوا انتوا فت انا اللي ضحكوا سألت له هو وضحكت انا ما هو ضحك ضحكت انا قال لي ابو سليم وقف على جنبي قال لي قوم وقف قال لي العالم انك انت عم تضحك ما انا عم تضحك بس قلت له شو بدي اعمل لك ها وقفت ما شبني شيء ما عم تضحك هذا هالمواقف هذه بدل يتذكر الانسان لانه على الهواء
نعم لك يا أسعود. نعم كل النهار ما بسمع غال صوتك طالع لك لا لا شوي لا لا شيله 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 عفوا عفوا خي أسعود ما يسوى كل النهار طالع صوتك لا ما انتبهت ما انتبهت لا انضاف من المسخين أسعود هلا بلش بالشغال انضاف انضاف إيدك بس غصب عني ولك يا عمّا ما حرام عليك هذا الزبون هيك بتوسخ حالك بتوسخه ما انتبهت إني عم بتمشى ولك لا خلص خلص امسك امسك سعيد امسك الفستان وديه على المغسلة شو خليهم يرجعوا يغسلوه من جديد يا أسعود ما قلت لمين هذا الفستان؟ لك يا أسعد هذا يا بخص يا فهمان شو 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 تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف فهمان هاك موسخ الفستان يا أسعد أنا بجيب لك زبونات بس أنت بوسخ الفستان يا أسعد مين اللي بوسخ الفستان؟ ما بعرف والله شوفوا من وين بوسخ إيدك أنت اللي وسخته وما الحق عليك أنت يا عمي لو جاي لعندك روح على محلك هلا أنا كان والله مفهمك يا أسعد بس تحلص قطعة من غلاضي أنا بتعدي لي على المحل ما تقتليها بهالمحل وشكري شكري شو موقف مع شكري هيك؟ انه هو شكري بحد ذاته موقف شو بدي احكي؟ ما بس كل هالشراشيب اللي كانت نازلة من تيابه وهالطربوش هيدا ويعني كان يخبي المصاري ويضرب يعني هالحركات اللي كان يعملها كله هيدا كان على الهواء مباشر ويعني يطلع منكم من دون تحضير والله يعني جد الابداع ايه تعودنا نعم واشتغلنا صح ما اشتغلنا كم ساعة كنتوا تقعدوا بالتصوير؟ ساعة تاكل معنا ساعتين يعني ثلاث ساعات إذا شد صوقة نعم تخلص المسرحية كنتوا تتدربوا يعني عم بحكي بالتلفزيون قد ايه كنتوا تاخذوا التصوير؟ نتدرب ساعة ونشتغلها بساعتين نعم ايه وكيف كنتوا تقضوا الوقت يعني من طرابلس لهون كيف كنتوا تجوا من تراب يعني من طرابلس تنزلوا على بيروت ايه انا كنت انزل بسيارتي اخذ معي شكلي اخذ معي حدا من البنات اذا كان في من هون اخذ معي يعني كانت المواصلات صعبه مش مثل هلا وايام الحرب خبرني كيف قضيتوها انتم قضاها الله لا يعيدها هذيك الايام يعيدها ايه متمنى ما نعيدها ابدا الحقيقه بالمداخل والمخارج تبع الاتصال كنا نزمط ورصاص فوق منا نعم بالفعل نسرع ما تفرق معكم ما بتفرق كنتوا بدكم تروحوا وتوصلوا على المسرح بدنا نوصل على المسرح ونشتغل لانه اشتغلنا هيك انت عم تحكي بعدك لهلا بتحب كثير التمثيل من قلبك مش هيك بتحب هالقد هالقد قلت لي بتحب المسرح ايه نحن بنحب المسرح كثير يعني اليوم شو عندك رساله توجهها للي بيشتغلوا بالمسرح او بالسينما او بالفن بالمسرح خلينا نبلش بالمسرح يشتغلوا يشوفوا شو بدهم يشتغلوا مش حي الله شغل شوفوا شو بدهم يشتغلوا ويشتغلوا بحق الله وبصدق شو بدهم يشتغلوا بصدق نعم اذا صدقوا مع حولهم بينجحوا نعم اسعد رح نرجع نكمل حلقتنا لكن مشاهدينا بنرجع بعد الفاصل بالليل اذا ممكن صباح الخير يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اهلا بالياسمين اهلا ست ياسمين من فضلك ست ياسمين من فضلك ست ياسمين من فضلك عفوا كيفك استاذ بدري نعم منيح ماشي ماشي الحال ماشي شو هالصوت الموسيقي شو هالصوت استاذ بدري امبارح طلعت للم الغسيل على السطح لقيت غرفتك مطفيه خير شو مطفيه بعيد من هون امبارح نمت بكير نمت بكير بك بك بكير زين عندك من سين الجمعية ولا من سين ياسمين؟ لا شان الجمعية جمعية يو لك ايه؟ ولاش بدلي عم تقتيق؟ لا هو ما عمالك لا عمالك هذا بدك احصل الشغيل هذا ما حبيته ابدا
طول. ما حبيته ابدا. طول بالك. يوه ولو هاك بدك كسير. هلا فهمني هذا بدلي اذا اخذناها محل المستصال وقلنا لهم هذا مستصال وقعدت تقتلي هالتقطوات هيدي ما بعتلنا؟ لا. لك ايه؟ مو ما والله ما بتضحك. لسه عم تضحك ولا يا اسعد؟ شباب لا تنسى اليوم تنزل عنا بالصال عن 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 وانت عم بتأتي انا تأتي. ابو رشيد عبد الله الحمصي مشاهدينا مكملين معه حلقتنا. في شيء اشتهرتوا فيه انتم بفرقه ابو سليم او انت وابو سليم بالاخص، انت خد ايدك يا اسعد كان يقول لك ورحله. ايه شو قصتها هيدي؟ شو كان يعني يقصد فيها؟ قصه صوره الناس تحكي فيها ويضربوا بعضهم عن صحيح. خد اسعد بحكي لك خبريه. ميري بالزهريه انا وجاي على البيت. أم في واحد عن طرف المحل نايم، بس نايم بشكل عم يكبي يعني. ايه عم كبي وراسه نزول. ايه ووقف واحد جنب منه عامل هيك. أم شافني قال لي خد ايدك اسعد وروح له. وراح له للزلمه. وين راح الزلمه؟ طب بالارض. طار بالارض وفوق عام هيدك. شو عملت؟ هل هو أسعد؟ وانت ما خصك؟ انا ما دخلني. انا دلات ماشي. سبني وسب. نعم. أسعد كنت مشهور انه انت كنت تنسى كتير. ولا مازال. انت هلأ معقول تكون عم تنسى، بس اول شيء انت كنت تنسى؟ ما في انسان ما بينسى. بس كتير كنت تنسى. انا كتير اللي بنساه انه لو بنسى عن صحيح ما كنت بشتغل صحيح، لانه بدك تحفظي وبدك كثير نهفة من هالنهفات. مثلا وعدت حدا بشي وقلت له نسيت شي شغلة هيك على البال معنك. شو بدك بين أسعد بين أبو رشيد وأم وأبو رشيد مثلا؟ ما في فرق. لا شي تاني حصل معك قبل؟ مثلا شي مرة قلت لأبو سليم ولا أنا جاي ينطرني نطرك وما إجا، كان عندكم تصوير وقلت لهم أنا مثلا ما بعرف مثلا إجا قال لي بدك تطعمي أكلتهم لوحده. قلت له نسيت انا اقول لك اني بدي طعمي. هي سوري. نعم. ابو رشيد عندك صبي واحد لالله الله يخلي لك اياه، وعندك اربع بنات، وانت يمكن كرمال وحيدك بتحب ابو رشيد. والله بالنسبه لابي، الابي كنت قبل ما اتزوج يعيطوا لي ابو فيصل. قال لي شو هيدا فيصل؟ روح عنا ابو رشيد ابي. قلت له ابو رشيد شو فارقه معي انا؟ وقت تجوزت وسميت رابع ولد اجاني رشيد. نعم سميته رشيد. نعم كنت مشاكس بين اخواتك انت ما هيك؟ ما في اخواتي سبع بنات وثلاث صبيان، انا الصبي الصغير. انت المدلل كنت؟ ايه انت مدلل ومثل ما قلتي مشاكس، بس ما بتأذي، بس بدون اذى. نعم وبدون رذيله. نعم يعني اسعد كيف يعني كنت مشاكس مثلا؟ شو كنت تعمل؟ كان عندي سياره ما 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 انا سرقه وروح. لا انه مثلا ما تعودنا نحن على الكذب، ابي ما ربينا على الكذب ابدا. وين كنت يا ولد؟ والله بالسينما. وين كنت يا ولد؟ عند الجيران. وين كنت يا ولد؟ على البحر. ممنوع على البحر. ورحت على البحر بدي اقول له رحت على البحر. يعني الممنوع بدك تروح عليه وبدك تقول. إيه؟ يعني كل شيء ممنوع كان بدك تعمله. لا ما كل شيء ممنوع. اللي بيجي على بالك اشياء ممنوعه واشياء ممنوعه علي. ايه
أسعد مثل ما نعرف أنه حضرتك فقدت عينك بالتمثيل. إيه بسنة 1980 بفيلم عودة البطل. نعم. وكملت تمثل بالدور وكملت تمثل أصلا يعني. شوف أنت قديش أعطيت للتمثيل، أعطيت من حياتك وعمرك كله أعطيته للتمثيل. شو أعطاك التمثيل؟ شو أعطاك الفن؟ أعطاني شهرة وأعطاني كون قد حالي ومنيح. الفن كويس بس للي بيعرف يستغله صح. يعني هلأ للجيل الجديد شو بتقلن عنا؟ يعني اللي عم بيمثلوا اللي عم يطلعوا على المسرح، في شيء هيك يعني نصيحة بتحب تقلن يا مثلا انه الفن عن جد ما بيطعموا خبز، روحوا عن جد شوفوا شيء تاني تعملوه مع الفن؟ انا ما بقلن هيك، انا بقلن اللي بده يمثل يمثل بصدق، اللي بده يحكي يحكي بصدق. نحن ما تعودنا على الكذب، خلوكم صادقين حتى لو كان بالكذب. نعم. الكذبة صدقية وكذبي. نعم. بس تعود هلا انت ابو سليم تتذكروا هذيك الايام؟ اه ما بتتذكروا؟ نحكي عن اللي بده يجي. نعم. معقول تكونوا هلا عم تفكروا بالشيء مع بعض ولا لا؟ لا والله كان مفكر ابو سليم، بس قلت له شو بدك تعمل؟ لمين بدك تعمل؟ في ناس بتحبكم كثير، تقريبا كل الناس بتحبكم يا ابو رشيد. ما بقدر اقول ايه. يعني انتم بحاجه انه ينعطاكم فرصه لتقدموا شيء جديد على التلفزيون. حابب انه تكون ترجع على التلفزيون بشي عمل لو عمل صغير؟ صعب. اسعد انتم عايشين ببالنا وعايشين بقلوبنا، انتم الفنانين المبدعين اللي اسستوا عن جد للتلفزيون وللمسرح مع كتار من يعني المبدعين. أسعد نحن وصلنا لختام حلقتنا. عبد الله حمصي، أسعد، أبو رشيد، يعني كل الألقاب يعني بتلبق لك، وبالنهاية أنت شخصك الإنسان الطيب. شو بتحب تختم اليوم حلقتنا؟ بدي أقول لازم المحطة ترجع مثل ما كانت بالأول، وترجع تعطي شيء جديد، انتاج تمثيلي، تعطي شيء جديد. نعم. والله يخليكم ويطولكم يطول عمركم ويخلي لنا هلا الشاشه الصغيره اللي بتنور. نعم. ويطول بعمرك ابو رشيد. عبد الله حمص اليوم نورت شاشه تلفزيون لبنان، بيتك. شكرا لك. الله يخليكم. مشاهدينا يعني اليوم انا كنت مبسوطه كثير وفرحانه اني قابلت هالشخصيه، الله يطول بعمره، وان شاء الله الاسبوع الجاي بنكون مع مبدع وفنان يعني ضيف جديد. شكرا لكم، تصبحوا على الف خير.